شحاتقرآن.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم صابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا
الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. صدق الله العظيم. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين والذين هم محسنون. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى بني إسرائيل.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن كبيرا. الله العظيم الله العظيم على القرآن بصوتك.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Over.
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. شحات قرآن.com